اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، فقره هامه جدا. هنتكلم عن اهم الاحصاءات والارقام لمباراتي اليوم. النهارده نيجيريا كسبت منتخب جنوب افريقيا، وصلت لدور السيمي فاينال او الدور نصف او الدور قبل النهائي. ايضا على الجانب الاخر السنغال بتفوز على منتخب بنين وتصعد ايضا الى الدور قبل النهائي في بطولة دوري او بطولة الامم الافريقية. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم الدكتور احمد ثابت. دينا دايما الارقام هامة جدا، وعنده رقم النهاردة وعنده ارقام لاحد الصفقات الجديدة للنادي الاهلي اليو ديانج، هيكلمنا عنه برضو بشكل بقى مفصل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. تحياتي لحضرتك. الحمد لله. خلينا نبدا بارقام اليو ديانج. اليو ديانج واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي تعاقد معه النادي الاهلي، وعندما تعاقد النادي الاهلي مع اليو الحقيقه بتبان الصفقه، بتبان يعني بتبان على وشوش الجمهور وبتبان على تعليقات الجمهور، فالناس مبسوطه. ولكن مبسوطين ليه يا احمد؟ انت تقدر تقول لنا. طبعا اليو ديانج صفقه محترمه جدا للنادي الاهلي، صفقه قويه لكذا سبب. اول حاجه السبب الاساسي حاجه النادي الاهلي للعيب قاطع كرات او لعيب قوي جدا بدنيا في وسط الملعب من فتره طويله، يعني من حسام عاشور طبعا تواجده مهم جدا، ولكن في الفتره الاخيره محتاجين واحد يكون يحل بقى، يعني ياخد مكانه تحديدا كصفه اساسيه كمان، ويكون قوي بدنيا. احنا بنشوف الترجي التونسي بيوصل دايما للنهايه، عندهم فرانكو كوم، عندهم كولوبالي، عشان كده النادي الاهلي فكر في صفقه الارتكاز الافريقي، وتحديدا اليو ديانج مميز جدا 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 في حاجات كتير هنتكلم فيها. اول نقطه سنه صغير 21 سنه. هو اولا من مالي، سنه صغير، قوي جدا 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 بدنيا، لعيب قاطع كرات. لو بصينا على ارقامه في دوري ابطال افريقيا مع مولوديه الجزائر هنلاقي الارقام بتقول ايه، ان هو لعب 6 مباريات في دور المجموعات مع مولوديه الجزائر، صنع فرصه واحده. اهم حاجه في الارقام ايه؟ انت بتدور على لاعب قاطع كرات يكون قوي جدا بدنيا. هنبص نلاقي ان هو معلش هو بيلعب مكانه ايه بالظبط؟ هو بيلعب الاثنين، عنده ميزه ان هو بيلعب الاثنين، بيلعب 6 وبيلعب 8، بيلعب 6 وبيلعب 8، اللي هو حسام عاشور وعمرو السولية. بس هو حمدي فتحي وعمرو السولية. المركز الاساسي بتاعه 6 مكان حسام عاشور، ولكن في مولوديه الجزائر في الدوري ابطال افريقيا كان بيلعب في بعض الاوقات 6 و8 سي ام اف كلاعب مساند زي عمرو السولية كده، ولكن هو بيلعب الاثنين، يعني ممكن يمشي في ثنائيه اليو ديانج وحمدي فتحي، اليو ديانج وعمرو السولية، اليو ديانج وكريم نيدفيد، يمشي جنب اي حد من الثلاثه، وحسام عاشور طبعا. بس هو مقارب شويه لحسام عاشور، يعني هو مقارب منه، ولكن طبعا انت في بعض المباريات بتحتاج تلعب بثلاثة ارتكاز، خاصة في المباريات اللي خارج ارضك. مظبوط. فانت بتزود قوة وسط ملعبك، دي الحاجة اللي انت محتاجها. هنبص نلاقي ان هو بيكسب 3.8 التحام في كل مباراة بيلعبها، يعني اربع التحامات بيكسبها كل مباراة. ده الرقم المميز الاولاني، دليل ان هو قوي جدا بدنيا. نسبة فوزه بالالتحامات وصلت الى 44%، يعني تقريبا النص في الالتحامات بيكسبها. دي حاجة مهمة جدا طبعا. مميز بالتاكلينج الصحيح، أرقامه في التاكلينج قوية جدا، 1.5 في المباراة الواحدة. الانترسبشن بتاعه التدخلات الدفاعية 1.6، دي أرقام مميزة جدا بتأكد إن هو لعيب قوي جدا بدنيا وفايتر، لعيب دستروير. حتى لما نشوف الفيديوهات بتاعته هنلاقي إن هو لعيب قاطع كرات مميز جدا، لعيب في وسط الملعب مميز جدا في قطع الكرات. وفي نفس الوقت الميزة بقى التانية اللي هي هو اللي قدامنا على الشاشة دي، اليو ديانج. الميزه الثانيه يا كابتن اسلام ايه؟ طبعا إن هو بعض الفيديوهات يا احمد وانت بتتكلم عن اليو ديانج اتفضل. يمكن هو الميزه الثانيه ان هو بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا، يعني انت ممكن تلاقي لعيب افريقي قوي جدا بدنيا وبيقطع كرات، هو عنده حته البلوك، يعني هو بيتوقع صح، عنده رؤيه، ولعيب ذكي، لعيب انيق وشيك في لعبه، ولعيب ذكي كمان ان هو كورته حلوه، يعني لعيب مهاري. تاني حاجه ان هو معدل تمريراته الطوليه في المباراه الواحده وصل الى 6.6، يعني بيعمل 7 تمريرات طوليه في كل مباراه بيلعبها، دليل ان هو لعيب عنده رؤيه ولعيب ذكي، مش مجرد بس قاطع كرات، لا ده هو عنده الميزتين، ان هو لعيب قاطع كرات وفي نفس الوقت عنده التمرير الطولي. لو بصينا في الفيديو هنلاقي ان اغلب الكرات اللي بيقطعها بتعتمد على التوقع والضغط زي ما احنا شايفين كده، بيعتمد على التوقع، لعيب ذكي. ذكي في ايه؟ ذكي في استخلاصه للكوره، بيتوقع اللعيب اللي قدامه هيمرر فين. الحاجه الثانيه ان هو لعيب ذكي، ان هو عنده حته التمرير الطولي. فالميزه في اليو ديانج ان هو صغير في السن، دليل ان هو قابل للتطور، يعني ممكن لما ان شاء الله يلعب مع النادي الاهلي سنه تلاقيه السنه الجايه مستواه زاد اكتر لانه صغير في السن.
دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما احنا شايفين هو قوي جدا بدنيا، معدل فاولاته بيوصل ل3.8، بيرتكب برضه في المباراه في الماتش الواحد بيرتكب 4 فاولات، دليل ان هو لعيب خشن في لعبه، لعيب قوي بدنيا. الحاجه الثالثه ان زي ما قلنا نسبه فوزه بالالتحامات 44%، يعني مقارب للنص، قوي على في التاكلنج الصحيح كمان، بتوصل ل1.5 في المباراه الواحده، بيعتمد على التوقع في الاستخلاص وعنده رؤيه، بيديك تمريرات طوليه كتير، يعني ممكن تعتمد عليه في المركز 8 كمان، مش مجرد بس ان هو بيلعب في المركز 6 مكان حسام عاشور، لا ده بيلعب كمان في المركز 8، وفي بعض الاوقات يعني في مولودية الجزائر كانوا دايما بيلعبوا 4-3-3. معلش ممكن لو سمحت تفهم 8 ده يعني ايه؟ اهو قدامنا على الشاشه بالظبط اهو، لو يعني لو شفنا السبوره لما تيجي الشاشه، بس خلينا مع اليو دانج شويه لما يجي اللقطات تشرح لنا يعني ايه 6 ويعني ايه 8. تمام، هو يعني مميز زي ما احنا شايفين كده بالتمرير الطولي، اللي هو التمرير الطولي اللي بيعدي 3 صفوف، مميز بحته التمرير والرؤيه، تمريراته كويسه جدا، مش مجرد بس ان هو لعيب بيقطع كره، لا عنده الرؤيه، تمريراته تقدر ان انت تعتمد عليه في بناء الهجمه من الخلف. أيوة. دي نقطه مهمه جدا، فده انا شايفه لا يعني لعيب ارتكاز عصري. عنده الميزه الدفاعيه والميزه الهجوميه، دي نقطه مهمه جدا، محتاج اعتقد ان انضمامه للنادي الاهلي هيخليه يروح منتخب مالي ان شاء الله. يعني هو لاعب في منتخب مالي تحت 23 سنه او تحت 20 سنة، لكن الانضمام للنادي الاهلي ممكن يوديه، خاصه ان منتخب مالي كلهم لعيبه محترفه في الدوريات الفرنسيه، سماسيكو واللعيبه دي كلها مميزه جدا، احنا شفناهم في كاس الامم يعني. فاحنا زي ما احنا شايفين قدامنا اهو لعيب مهاري، كورته حلوه، يعني مش مجرد بس ان هو لا بيقطع الكوره، لا عنده حته الرؤيه، وبيديك تمريرات طوليه، وبيتوقع صح سواء في الاستخلاصات، وبيعتمد على ان هو بيتوقع زي ما احنا شايفين اهو، بيتوقع الكوره التمريره جايه فين وبيتوقعها، او هيتوقع وهيضغط بشكل مميز، بيعتمد على التوقع، مش مجرد ان هو يقطع كره ويرتكب فاولات، فدي مميزه. لو بصينا على السبوره هنشوف الفرق ما بين المركز 6 والمركز 8. اللي قدامنا على الشاشه ده اهو، تعالى نرجع للسبوره، هنلاقي ان الرقم 6 ده المركز 6. بص حضرتك ده المركز 6 اللي هو مكان حسام عاشور في الملعب، ده مركز اليو ديانج الاساسي. مركز اليو ديانج الاساسي. تمام. المركز 8 اللي هو الارتكاز المساند اللي جنبه اهو، ده اللي هو بيلعب في المركزين، يعني بيلعب في المركز 6 اللي قدامنا ده اهو، وبيلعب في المركز 8. هو كان اغلب الماتشات مع مولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا كان بيلعب في المركز 8 اللي هو الارتكاز المساند. لكن المركز 6 اللي هو ده، يعني انت ممكن تستخدمه في ان انت تلعب باثنين بس، سواء مثلا هو والسوليه او هو وحمدي فتحي، او الحاجه الثانيه ان انت ممكن تحطه هنا وتلعب بحمدي فتحي وعمرو السوليه في المباريات اللي خارج ملعبك. طبعا ما ننساش كريم نيدفيد، ما ننساش حسام عاشور، لعيبه ارتكاز كلها ايضا مميزه، فبيديك قوه وسط ملعب للنادي الاهلي، كان النادي الاهلي محتاجها من فتره. اللعيب الافريقي اللي ارتكاز في وسط الملعب ده نوعيه، اعتقد ان هي هتفرق وهتدي اضافه قويه جدا للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا كمان. شايفه صفقه مميزه للنادي الاهلي بهذه الارقام، وعشان كده الناس مبسوطه. طبعا صفقه مميزه وهتديك ميزه في دوري ابطال افريقيا تحديدا. تمام.